بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله هنبدأ مع بعض، هنكمل المحاضرة رقم 5. كنا وقفنا المحاضرة اللي فاتت ان احنا ازاي عملنا البروفايل وعملنا سطح الارض الطبيعية وعملنا طبقة السب جريد، وعرفنا ازاي هنعمل الكلام ده كله، وعرفنا الفرق ما بين الاف جي والاي جي والاس جي، وعرفنا احنا ليه بنختار الاسامي دي، وعرفنا ان احنا مش مجبرين عليها. يعني انت لو انت مش عاوزها انت مش مضطر انك تعملها يعني، انما دي اسماء البرنامج بيحبها وانا بمشي تبع ما البرنامج بيحب يعمل. وكل واحد زي ما قلت لك، انا مش بجبرك على حاجه، انا بعلمك البرنامج، انا مش بشرح لك المشروع، انا بعلمك برنامج، ومن خلال التعليم بتاعك للبرنامج انت بتبدا تطبق الكلام ده كله على اي مشكله هتواجهك. انا ما ينفعش ان انا احفظك مشروع، انا بعلمك سيفن، تمام؟ طيب هنيجي دلوقتي نعمل البنجة بتاعتي. وقلنا البنجة دي يا جماعة يعني ايه كلمة بنجة؟ البنجة من اسمها بنعرف ان هي اظهار، اظهار لكل تفاصيل البرنامج، ان كل تفاصيل الكمالي. يعني ايه كل تفاصيل الكمالي؟ يعني بنقدر من خلالها ان احنا نبين قيمة كل ستيشن انا واقف عندها، قيمة الاليفيجن بتاعي، قيمة القط والفل الحفر والرجم. يعني لو انا عندي فيرتيكال او هوريزونتال جيومتري بيظهر عندي على البنجة، بنقدر نحسب ان نظهر عليها قيمة السوبر اليفيجن اللي احنا حسبناه من محاضرتين فاكم. لو احنا فاكرين كنا عملنا قيمة السوبر اليفيجن وعرفنا ان كل حاجة فيها تمام، فبدأنا ان احنا قلنا هنظهره بس هنظهره في وقت. طب يا باشمهندس الكلام ده هنعمله ازاي؟ عادي، هنحجج البروفايل بتاعنا ان احنا عملناه، وبعدين هنختار كليك يمين، هنختار بروفايل بايوباكس، هنختار منها ام بنج. تمام، هنلاقي هو اوتوماتيك مديني قيمة الحاجة اللي هو مجاني، اللي هي النسكيشنز الانفيجنز والنسكيشنز اللي ظاهرة تحت دي. فانا اقول لو سمحت هو مديني قيمة الانفيجن والنسكيشن، لو وقفنا عليها كده كاملة هي يا جماعة انفيجنز اند نسكيشنز، فانا اقول له لو سمحت امسح لي الكلام ده كله، تمام، وهبتدي انا اضيف واحدة واحدة. اول حاجة هنيجي هنا الاول عند البنج قريب. البنج قريب لو فتحناها هنلاقي فيها ايه يا جماعة؟ هنلاقي فيها حاجة اسمها بروفايل جاكا، فيرتيكال جيومتري، هوريزونتال جيومتري، سوبر انيفيجن، سيكشنال جاكا، بايب جاكا. السيكشنال والبايب جاكا خاصة بشغل الغازات ونقل الغاز والبترول والكلام دوت، وكذلك البايب جاكا. فاحنا دلوقتي اول حاجة هنخش على البروفايل جاكا. البروفايل جاكا ده بيخش كل حاجة بخصوص البروفايل. فلو جينا نفتح البروفايل جاتنا هنلاقي فيها ايه يا جماعه؟ القط جاتنا، الانيفيجن، الام بي كي بانج كوب فين جاتنا، كل حاجه هتلاقيها موجوده عند البروفايل جاتنا. احنا هنختار اول حاجه ايه يا جماعه؟ هنختار السكيشن. انا عاوز اول حاجه تظهر عندي السكيشن. بعد ما بختار السكيشن بنيجي نديله امر ايه؟ انا عايزك تضيفها لي على البروفايل بتاعي، واقول له اوكي. بيظهر معايا الشكل بتاعي بتاع البروفايل بتاعي زي ما احنا شايفين اهو يا جماعه، بس مديني الجاب بتاعها بصفر. كلمه جاب بالعربي لو ترجمناها ب 12 ونص، كلمه جاب بالعربي لو ترجمناها معناها الفراغ، تمام. بيقول لي انا هسيب لك فراغ ما بين البروفايل بتاعك اللي هو جاي يا جماعه والبنج دي، هسيب لك 12 ونص مني بقى او مني، تمام. فانا بقول له لو سمحت انا عايزك، مش عايزك تسيبني 12 ونص، انا عايزك ما تخليش فيه فراغ خالص. طب الديسكشن دي يا باشمهندس هنعمل ايه؟ قال لي بعد كده هنخش نعمل فيها كل التعديلات المطلوبه من خلال الكلك النقط اللي جنب بعض دي. هتظهر الديسكشن، هينزل القائمه بتاع القائمه بتاعتك دي، هنقول له ايجيت كارنت سيلكشن، هيظهر معايا القائمه دي. الانفورميشن لو انا عايز اغير اسم الديسكشن، بس الاسم بتاعها حلو ما عنديش فيها اي مشكله طبعا. ولو عرفنا هنا لو عايزين نغير اي حاجه عن طريق الوصف بتاعها، هنخش بقى على الحاجه المهمه بتاعتنا جدا اللي هي شكل النيبل بتاعك. شكل النيبل ده هو يا جماعه النيبل اللي هو يا جماعه المستطيل او الكفر اللي هو هيتحط فيه الكلام بتاعي. فانا باجي هنا واقول له لو سمحت خلي ال 25 دي خليها لي 20، وال 50 دي خليها لي 100، تمام. والاوفست دي بسيبها صفر زي ما هي، تمام.
واهم حاجه يا جماعه قبل ما انقل على اللي بعدها، اتاكد ان الجزمانيه عندي في اول 4 شغالين، لان اول 4 جون هم اللي هيظهروا لي الكلام ده على البروفايل او على البنك بتاع البروفايل، تمام. وبعد كده بنخش نكاكسك، بنخش نشوف الكاكسك بتاعنا ايه نظامه. هيفتح لي القايمه بتاعتي بتاعت اللي اوت الكاكسك، هيبقى اول ان اسم اسمه كيكسك، انت موافق على الاسم ده؟ والله بقول له لا انا مش عاجبني الاسم ده، انا عايزك تسميهوني اسكيشن. عاوزه يظهر؟ ايوه يا فندم عايز يظهر. عايزه مكانه فين في الميجا لايك؟ هقول له لا انا عايزه في الميجا سنتر. اسمه بروفايل جيك، المحتوى بتاعك بروفايل جيك؟ لا انا عاوزه يظهر باسمه اللي انا عايز اعرفه، اللي انا عايز اقرا بيها اللي هو الاسكيشن. تمام. وهقول له لو انا عايز اغير في الفورمات بتاعكم احنا عرفنا الطريقه خلاص. وبعدين هقول له اوكي. تمام. حجم التكست 5، اوكي انا مش هغير فيه، انا عاجبني الحجم ده كويس جدا. مكانه ميجن لايك، اقول له لا انا عايزك في الميجن سنتر. بصوا يا جماعه اللي بيحصل، انا كل حاجه بعجلها بتظهر عندي هنا، يعني هنا دي نسخه مصغره من اللي بيحصل او من اللي هيحصل لما هتكك اوكي. تمام. الجاب بتاعتي في 75، انا ما عنديش اي حاجه تانيه، اقول له خلاص اوكي انا تمام كده، اقول له ابلاي اوكي. هنيجي هنا نخش نشوف السكيشن فانيو. قيم السكيشن فانيو يا جماعه هنا بيقول لي هنا النيم بتاعها هيبقى باجي يظهر في السكيشن فانيو، ده اللي هو هيبقى القيمه بتاع السكيشن اللي هيظهر او هيظهر ازاي. بمعنى ان انا مثلا عندي مثلا يبقى الواي اوفسيت، انا هخلي مش عايز يبقى في قناحين، انا هخلي الواي اوفسيت بتاعكم في صفر. تمام. حجم الخط هيبقى 3.5، اوكي ما عنديش اي مشكله في الكلام ده كله، هنقول له ابلاي اوكي. متاكد ان الجزء بلاي بتاعه كله تمام، هنقول له ابلاي اوكي اوكي ابلاي اوكي. هنلاقي بصوا يا جماعه ايه اللي حصل، وتعالى نشوف ونعلق السكيشنز كده فعلا في مكانها وشكله كويس. بس هل انت شكله كده يا راجل انت عاجبك الشكل ده ان احنا ممكن نعجنه شويه؟ طب يعني تعالى كده لو احنا خلينا الكلام ده اهو بشكل رأسي كده يا جماعه، يعني هنخلي بدل ما هو من اوفو كده هنخليه بشكل رأسي، مش بيبقى شكله هيبقى احسن؟ طب يا باشمهندس الكلام ده هنعمله ازاي؟ ولا هنغير اي حاجه في اللي احنا بنقوله؟ هنيجي هنا بروفايل فيو بروباكس، هنفتح البند ده، هنيجي هنا عند السكيشن نقول له لو سمحت اجل كارنت سلكشن. هنيجي هنا في الليبون هنا بتاعنا، وهنخلي الكلام بتاعي يبقى يلف بزاوية 90 درجة، ونقول له افلا اوكي افلا اوكي اوكي افلا. لف معايا ب90 درجة. بس ايه رايك يا جماعه في الشكل ده من غير بس عشان ما نطلعش بره؟ هنلاقي ان الكلام بتاعي جاي في النص بالظبط، جاي في النص فين بالظبط. طيب انا عايزه يبقى يخش في الشبكه كده ولا انا ممكن انزله تحت؟ متهيألي لو نزل تحت يبقى احسن. خلاص يا باشمهندس سهله، احنا عرفنا الطريقه، احنا كله بنجرب مع بعض نشوف افضل شكل ايه عشان خاطر اللي احنا اللي هنعمله في البنج دي. احنا بنتعب في البنج دي عشان خاطر اللي هنعمله في البنج دي هيبقى مريح لينا بعد كده. فانا هقول له لو سمحت انزل لي مثلا -5. تمام. ابلاي اوكي ابلاي اوكي اوكي ابلاي. لسه بقى عايز ينزل شويه، ما تزهقش من اول واحده، لان اللي انت هتعمله في اول واحده ده هيريحك بعد كده، هنعرف ازاي هنعمله بعد كده في ال اشكال بنزيك اللي بعد كده. -15 مثلا. ابلاي اوكي ابلاي اوكي اوكي ابلاي. نزل قوي، خلاص نرفعها شوية. أنا يا جماعة بتعامل معاكم على إن أنا لسه مش عارف، أنا بتعامل معاكم على إن أنا بتعامل من برنامج زيكم. خلي مثلا 10 جنيه 0، 15 قصدي إيه؟ 0، 10 قصدي. أفناي أوكي أفناي أوكي أوكي أفناي. دلوقتي الموضوع بقى حلو قوي. طب إيه رأيك لو الإكس مثلا رحلناها شوية كده؟ نرحل الإكس شوية. تمام. ايه رأيك؟ مش هيبقى احسن برضه؟ طب نشوف كده ان اكس مثلا نخليها سالب هناك مثلا. ابلاي اوكي
ابناي. اوكي اوكي ابناي. ايه رأيك؟ ايه رأيكم يا جماعة؟ بقى كل خط ماشي معرفني الديسكريبشن بتاعكم قد ايه، تمام. وطبعا الديسكريبشن هنا احنا عرفنا خلاص كل حاجة عنها، تمام. فبقى هنا أول خانة عندي اللي هي الديسكريبشن متعرفة ب الديسكريبشن، وكل ديسكريبشن بقى عرفنا ان فيها. بعد كده يا جماعة بنخش نفس الكلام بنكرره بس بحاجة تانية، هنخش على الانيفيجن. هنلاقي هنا تجول، هنلاقي في حاجة اسمها الانيفيجن يا جماعة؟ لا مفيش. أقرب حاجة ليها اسمها ايه؟ انيفيجن اند ديسكريبشن. خلاص هختار انيفيجن اند ديسكريبشن ونعدل جو. هنقول له اوكي اوكي هنخلي زي ما قلت لك أهم حاجة عندي الجاب بصفر، الجاب بصفر. نخش هنا نقول له لو سمحت اجل كارنت سيلكشن، اهم حاجة يبقى هنا الشكل بتاع الغلاف بتاعها هيبقى هنا 20 وهنا 100. نخش على الجزبنين نتأكد ان اول 4 شغالين. نرجع تاني للبدل 2، نعجن اماكن الكلام ميجل رايت. لا احنا عايزينها ميجل سنتر، وهنا ميجل سنتر برضه، تمام. اوكي ابلاي. هنا هنسميها انيفيجن. تمام ونقول له اوكي افلاي. اوكي نخش على التكست اللي جوه المكان، هنخليها بنج ميجن. حجم الخط مش يعني مش هنلعب فيه، مكانه هنا برضه ميجن سنتر. الاسم القيمة بتاعكم الديسكريبشن فانيو. لا انا مش عايز الديسكريبشن فانيو، انا عايز الانيفيجن بتاعي هو اللي يظهر. ويفاين واحد انيفيجن. اوكي تمام نقول له ابلاي. هنا نقول له كمان ابلاي. اوكي نحاول دايما نشغل الكيك نشغلها احسن، نتأكد ان الاتنين دول شغالين. من هنا نقول له ابلاي. اوكي هنا نقول له اوكي ونرجع تاني معلش هنا نشغل الكيك عشان نسينا نعملها، نشغل السمول كيك ونشوف ان في النص ابلاي. اوكي اوكي ابلاي. اوكي انا طبعا انا مش شرط عليا ان انا لازم اقنع كل مره، لا انا بقنع بس عشان اوريك ايه اللي هيحصل لما بنقنع. ايه اللي حصل هنا يا جماعه؟ اللي حصل كان ايه؟ ان هو الاسم بقى انيفيجن فعلا زي ما هو زي ما احنا عايزين، بس الكلام داخل في بعضه. يعني ايه الكلام داخل في بعضه؟ يعني بقى هنا 98 بقى داخل في بعض، يعني احنا مش عارفين حتى نقرا الكلام. هنا مثلا 97 وهنا 97، يبقى انا عندي مشكله في الكلام. طب المشكله دي هعجنها ازاي؟ عادي هفتح الكلام جواك واشوف انا عندي فين المشكله بتاعتي وهبدا اظبطها. نفتح البروفايل بانجا، البروفايل بروفايس، نفتح البانجا بتاعتنا يجي كارد سلكشن. المشكلة عندي في المحتوى، هنمسح الكلام ده. هنشوف هنا احنا المفروض ان احنا نختار الانيفيجن بتاعنا. نرجع نبص كده يا جماعه، هنلاقي برضه ان انا عندي نفس المشكله مهما حاولت اعجنها مش هتعجن. طب يا باشمهندس ايه السبب في الموضوع ده؟ السبب ان احنا غلطنا، واحنا او يعني الغلط انا بكون عامل غلط عشان خاطر يظهر قدامك، عشان خاطر لما تشوفه وهو يعني ما تقعش انت فيه، تمام. فنيجي بس نبص هنا على سكشن انجليفيجن، هنلاقيها برضه
سكيشن عندي انيفيجن. طب انا مش مؤكد، انا مش عايز اركزها على كده. امال الحل ايه؟ الحل ان انا اقوم جاي قايل له كوبي كارنت سيلكشن، مش كارنت سيلكشن، تمام، ونمسح الاثنين دول ونسيبها انيفيجن بس. نخش على الجزبنين، نتاكد ان اول 4 شغالين هنا 20 100 صفر كمان، كله هنا كمان. نخش على الكومبوز نيبل. بص بقى، خد بالك بقى من الحته دي، هو هنا سايب لك الانيفيجن والاي جي انيفيجن. اقول له لو سمحت امسح الاف جي انيفيجن والان اي جي انيفيجن، انا مش عاوز، انا عايز الانيفيجن بس هو اللي يظهر عندي عشان ما يتكررش، تمام. ولو انا عايزه يظهر بزاويه زيرو اخليه يظهر بزاويه زيرو. ميجا سنتر كله كمان عندي كده، نقول له ابلاي ابلاي ابلاي. اوكي اوكي ابلاي. ايه اللي حصل يا جماعه؟ نقول له اوكي، اجي ان شكل بتاع البنج بتاعي اهو. ايه اللي حصل؟ ان انا بعد ما كان ارقام ظاهره، كانت ظاهره ليه يا باشمهندس؟ كانت ظاهره عشان خاطر ان انا كنت سامح ان الاي جي والاف جي يظهروا معايا، انا عايز الانفيجن بس. طيب يا باشمهندس ايه تاني اللي هيظهر؟ بنظهر معاه قيمة القط والبن. الأول نحدد البروفايل ونخش نقول له بروفايل فيو بروبرتيز. هنخش على البنجة هو هنلاقيه موجود. نخش على القط جاكا اج. اوكي، نخلي الجاب بتاعكم زي ما قلنا، أهم حاجة عندي الجاب تبقى بصفر عشان خاطر ان الشكل بتاعه يعني ما يبقاش فيه فواصل. هنا نقول له لو سمحت نخليها كوبي بقى عشان خاطر ما نتلخبطش. هنا نتأكد ان اول 4 شغالين. البنج جه 2، قلنا جه هتبقى 20 وجه هتبقى 100، تمام. ونخش على النيبل بتاعنا هنا بتاع الكيسك. هنا مكانها هيبقى قلنا ميجن سنتر، وهنا هيبقى مكانها ميجن سنتر، تمام يا جماعة. وممكن ان احنا نخلي اللون ده نخليه احمر زي ما هو عشان يبقى مميز، تمام. وممكن نغير لو احنا عايزين نغير، تمام. اوكي، انا مش عايز اغير فيها حاجة لحد دلوقتي. اوكي، مفيش اي مشكلة. نخش بعد كده نقول له ابلاي، تمام كده. اوكي، نخش هنا على المحتوى اللي جوه. هنا ممكن نخلي اللون ده مثلا ازرق. اوكي، نيجي مثلا نخلي المحتوى اللي هيظهر معايا، انا طبعا كليك على كلمة كلمة من غير ما اقصد، تمام، فيفتح لي قائمة. هنقول له لا مش عايزها. هنيجي نتأكد ان هي هنا موجودة القط زي ما انا عاوز الاسم بتاعها، المحتوى بتاعها هو القط اللي انا عاوزه. لو انا عايز العب فيه اي حاجة جوه فانا هقول له اوكي، تمام. لو انا عايز اغير القطن والفل مثلا نخليهم مثلا بزاوية، هو هنا عاملها لي بزاوية 90، فانا هقول له خلاص سيبها بزاوية 90، ما عنديش اي مشكلة. هنا نقول له مثلا ابلاي. ايه تاني؟ هنقول له اوكي. هنا نتأكد ان هي معمولة كمان كده. لو انا عايز ارجع اغير مثلا حاجة من الجزء ده، ممكن اخلي جنيه مثلا خلينا نغير لونها في الاول 4 جنون، نخلي لونهم ازرق. اوكي ابلاي. اوكي اوكي ابلاي. نغير بس الكلام بتاعنا عشان هو كده هيبقى نخش الاول على الانفورميشن، هتخليها كوك بس. نخش على البند جاكنا، نخلي الكلام من هنا اللون بتاعه بدل ما هو احمر يبقى اللون اللي هو احنا هو بيحبه ده. ابلاي ابلاي، تمام. هنلاحظ ان هو هنا لسه صفار. ولو جينا نعمل كمان على فكره يا جماعه، لما نيجي نعمل ان فيل هنلاقيه برضه هو كمان لسه صفار، وهنعرف ازاي نظبطه دلوقتي. يعني بعد من كده، بعد ما خلصنا الكاك، هنخش على ان فيل اج. اوكي، هنخلي نجيب الصفر هنا، هناخد ان فيل جاك، هناخد كوبي
نخش على الانفورميشن، نمسح الكلام ده، هنخليها فين عادي، تمام. البنك اتنين، نخش هنا على اهم حاجة الاول، قبل ما نخش على الاول اربعة نتأكد ان هم شغالين الاول، تمام. نخش هنا على 20، نخلي 100، تمام. نخش على الكومبوز ليبل، نظبط فيه شوية حاجات. التكست هيبقى اسمه فيل، ما عندناش اي مشكلة فيه، تمام. المكان هيبقى ميرن سنتر، هنا ميرن سنتر، ما عنديش اي عجينات عليها. اوكي، نخش هنا، نخلي هنا المجن هنا كمان، وهنا مجن سنتر كمان، وهنا كله كمان، ما عنديش اي مشكلة في الكلام ده كله. هنا نفل ابلاي، اوكي ابلاي، اوكي ابلاي، نفس الموضوع اللي احنا عملناه المرة هيك، هنلاقي ان الخط بتاعنا لونه ازرق. نخش نعجل، نعجنه من هنا، ممكن بقى نخليه لونه احمر او لونه ماجنتا، اي لون يعني، عشان بس هنا ايه، نخليها مثلا اخضر عشان نفرق ما بين القط والفيل. ابناي، اوكي ابناي، تمام. ونخلي مثلا القط لونه احمر، عشان نفرق ما بين القط والفن. ابناي ابناي، اوكي ابناي. بعد ما بنخلص القط والفن، بنخش على الهوريزونتال الفيرتيكال واي الهوريزونتال كيف جيومتري. هنخش على الفيرتيكال، هنيجي نبص مش هنلاقي جيومتري غير هي جيومتري بس، هنقول له هنا ابناي، نخلي دي بصفر، نخش هنا ناخد منها كوبي كرانك سلكشن، نخش على الانفورميشن، احنا عايزينها الجيومتري زي ما هي. نخش على الديكور، احنا نخش نعجن فيها على طول. ان جيز بنين، اتاكد ان اول اربعة شغالين. اتنين بنتنا، خلي 20 ودي 100. نخش على الكومبوز نيبل، ميجا لاين جديد، خليها ميجا سنتر. من هنا نخلي الكلام 90، وحجم الخط نخليه كناكنة عشان بس ما يحصلش تداخل. الميجن لايك نخليها ميجن سنتر. ابناي، اوكي. من هنا نشغل السمول كنكس، نفس الكلام. هنا كنجنج زي ما هو، هنا بقى نزينا نعمل الكلام بتاعنا جوه. هنا نخليها صفر، زيرو، تمام اهو، قلنا اوكي. نخش هنا نظبط نفس الكلام اللي احنا عملناه هنا، هنيجي نخلي هنا جيك 90، تمام. حجم الخط 2، ميجن سنتر، فندق امام عندي كده، نقول له ابلاي، اوكي. نكبر بس هنا حجم الخط شويه، نخليها 5 مثلا، نقول له ابلاي، اوكي ابلاي، اوكي ابلاي، تمام. هنيجي بعد كده نضيف الهوريزونتال جيومتري، هنلاقي فيها حاجه اسمها كاتيوشيال ولا جيومتري، نخليها جيومتري طبعا. نخلي الجبهة بصفر زي ما اتعودنا، واهم حاجة يا جماعة نتأكد ان الصح هنا كله شغال، عشان اللي مش هيبقى متشغل هنا مش هيظهر عندي، تمام. ونخش نقول له ايه الكارت سلكشن، قلنا دي هتبقى 100 ودي هتبقى 20 زي ما اتعودنا. نخش على الديسبلاي، نتأكد ان اول اربعة شغالين. نخش على النيبلز،
هنا نخليها ميجن سنتمان، وهنا ميجن سنتمان، ما عنديش اي مشكلة هنا لحد دلوقتي. ابلاي اوكي، نخش هنا نشغل السمول اكس ونكمل في النص. هنا نتأكد ان هي ميجن سنتمان، مش هنعمل فيها اي حاجة، مش هنغير فيها اي حاجة. ابلاي اوكي، ابلاي اوكي اوكي تمام. هنيجي نضيف اخر حاجة عندنا اللي هي السوبر انيفيجن، مش هنلاقي اي نشوف طبعا احنا التعريف بتاعنا ايه حسب التعريف، هو هل هو واجب واجب ولا من غير شانجلز ولا هو ايه، على حسب طبعا التصميم بتاعنا. فانا هختار اول واحد دلوقتي ونقول له الجابة بصفر. خد اقول له ال ايجيت كارد سيلكشن، هنا جي قلنا ب20 وهنا ب100، نتأكد ان اول 4 شغالين. نخش على الكومبوز نيبل، نسنتر كله، ميجن سنتر، ميجن سنتر، نقول له ابلاي اوكي. نخش هنا ميجن بانك تمام، ميجن سنتر تمام، ابلاي اوكي، ابلاي اوكي اوكي هنيجي بقى نعرف الكلام جوه عشان نقرا الكلام ده كله تحت. هنيجي احنا يا جماعه عندنا ان نقرا كل واحد كده، نشوف الديسكريشن. الديسكريشن جاي يا جماعه بيقرا اي جي ولا اف جي ولا اس جي، يعني بيتقري منين؟ قلنا الاي ان الديسكريشن بيقرا في البروفايل واحد والبروفايل اتنين تمام. البروفايل واحد اللي هو على الشمال بيقرا اي جي تمام، وعلى اليمين بيقرا اف جي. فهنيجي هنا نقول له اف جي تمام. وهنيجي عند هنا كمان ان بص عشان بس ما تلخبطش الاول، هقول لك ان عشان ما تلخبطش تمام، كل اللي على الشمال، كل اللي على الشمال اللي هو بروفايل واحد بيقرا اي جي، معانا ان وكل اللي على اليمين اللي هو بروفايل اتنين بيقرا اف جي. فانت اول ما تخش كده اهو خلي يكون اللي على اليمين اف جي، اللي على الشمال اسف، كل اللي على اليمين اف جي، كل اللي على اليمين اف جي، معانا اهو اف جي اهو تمام، وكل اللي على اليمين اي جي عشان ما تلخبطش. وبعدين اعمل الديسكريس ده بقى. الكوك من فين يا جماعه بيحصل فين؟ الكوك من فين بيحصل في السب جري. الكوك من فين ان هي هنا اللي انا معلم عليها وانك احكيها دي، بتحصل في السب جريج. فبنيجي على اليمين ونخليهم الاثنين ايه اس جي تمام. ف والفيرتيكال كيرف تمام بيبقى اف جي، هو اساسا مفيش غير تمام، يعني هيبقى كل اللي على اليمين اي جي معاك اخر واحده على حسب ماشي، وكل اللي على الشمال اف جي معاك اخر اثنين تمام، لان الباقي مش مقعد تمام. ونيجي نقول له ابلاي اوكي، هيبدأ هو يحفظ لي البنجة بتاعتي ويوريني الأماكن اللي فيها القط والأماكن اللي فيها الفل زي ما احنا شايفين اهو يا جماعة تمام. اهو رقم الديسكريشنز كل حاجه تمام اهي ما شاء الله، يعني كله زي الفل اهو. رقم الديسكريشن الديفيجن بتاعها، انقط فيها قد ايه، وان فن فيها قد ايه تمام، وان وخد بالك المكان اللي بيبقى فيه قط ما بيبقاش فيه فل تمام، والعكس صحيح. وبعدين انا بقولك كان كيرف قد ايه، والسوبر انيفيجن والهيروجون كان قد ايه، والسوبر انيفيجن قد ايه، كل ده واضح عندي اهو على اللوحه تمام. اهو زي ما احنا شايفين كله واضح اهو، كله تمام تمام. طب يا باشمهندس كان عاجة، انا لما هاجي هعمل البروفايل هقعد اعمل الكلام ده كله تاني؟ هقول له لا،
احنا لازم نحفظ البروفايل المانجا بتاعتنا دي. على كده نشوف هنحفظها ازاي. بنقول بروفايل، تمام. هنلاقي حاجه اسمها سيف از مانج سيك. بنيجي هنا ويقول لي لو سمحت نختار لها اسم. احنا قلنا لما بنيجي نسمي بنحط جمل اندر سكور ام 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 مثلا، انا بسميهم كده باسمي يا عم، انا حر. افناي اوكي، افنا حفظتهم اوكي. طيب بعد كده هاجي هنا اعمل ايه بقى؟ هاجي هنا في البروفايل واخش كليك يمين، بروفايل فيو بروفايل. هنيجي هنا نمسح دي ونقول له امبارك بانج. هنيجي نقول له لو سمحت اعمل لي من هنا اسكراج بانج. هيفتح لي يقول لي اختار البانج بتاعتك. هنقول له ايه لو سمحت ام 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 المنوره دي اول واحده اهي. اقول له لو سمحت اعملها لي وهينقلها لي زي ما هي، تمام. بس هنعمل فيها بس التعديل بتاعنا ان كل ان على ان الشمال هيبقى اي جي معانا اخر واحده اف جي، تمام. وكل اللي على اليمين هيبقى اف جي معاك اخر اتنين هيبقوا اس. جي تمام. نقول له اغناي اوكي. هيبقى هو يعمل لي على طول كمية الحفر والرجم. شايفين زي ما احنا شايفين هنا اهو، ويبقى يحسب لي هو كمية الحفر والرجم اوتوماتيك زي ما احنا شايفين اهو. وهنكرر الكلام ده كمان مرة. هنيجي هنا نمسح الكلام ده وقلنا انفورك البنج لو سمحت ان انا عاملها وحافظها، تمام. ونيجي هنا نظبط البنج بتاعتي. كل اللي على اليمين اي جي معانا اخر واحدة، اسف، كل اللي على الشمال اي جي معانا اخر واحدة بتبقى اف جي، تمام. وكل اللي على اليمين اف جي معانا اخر اتنين اس جي، لان احنا عارفين ان كل واحدة بتشتغل مع حاجة معينة فيها. بنقول له افناي اوكي. دلوقتي يا جماعة انا خلصت البنج. بقيت بمجرد ببص على البروفايل بتاعي اعرف كمية الحفر قد ايه وكمية الرجم قد ايه، وهنا ايه اللي هيحصل وهنا ايه اللي هيحصل. يعني هنا مثلا هنبص هنلاقي ان انا عندي في البروفايل ده كمية الرجم في المنطقة دي بس، تمام، والباقي كله حفر، تمام. ودي طبعا مش كويس، انت فاهمني. بس احنا طبعا ك هنا هنلاقي الموضوع مقبول شوية. في هنا حفر وفي هنا رجم طبيعي، يعني انك عشان تلاقي نسبة 100% 50 و50 دي مش صعبة شوية، لكن طبيعي انك تلاقي الكلام ده، تمام. وانت وشكلك بقى انك تحاول تخلي على قد ما تقدر كمية الحفر قد كمية الرجم.